تسييت وطريقة تجنيد في المركز وشوفوا مختلف المكاتب. تهدف هذه الورشة إلى تلقين وتمكين الطالب من معرفة جهاز إسقاط ضوئي. نظم المركز 555 لتدريب المتخصص في النقل الشهيد محمود بن عكشة بيوم بواقي الناحية العسكرية الخامسة اليوم 6 أفريل 2021 زيارة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، أين وقفوا من خلالها على مهام وتنظيم هذا المركز الذي يعتبر مرفق هام تفخر به القوات البرية، وهو مؤسسة تكوينية تتوفر على كفاءات بشرية عالية وتجهيزات مادية وبيداغوجية متطورة تسمح بإعداد وتكوين رجال جند سواق مؤهلين وأكفاء لتدعيم وحدات الجيش الوطني الشعبي.